السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلب ادم؟ عامل ايه؟ طبعا لسه ايه منشين الحمام اهو، استنوا عايزين نفرجكم، لسه نشين كام دكر اهو. تمام، هنا عايزين نعمله طاجن تحديق ومية وطاجن بردك ياكل فيه بس يقف عليه، واخدين بالكم؟ او ممكن نعمله حاجة حلوة. لا بس خلينا هنا، انا كنت ممكن اكلف وانا بشقط او محطة التحديق، بس هيشخوا في الاكله فاهمين، فخلينا هنا احسن، يقفوا على ارضهم وما يعملوش حمام في ايه في التحديق. وهنا بردك جبنه تحديق، وهنا بردك ايه جبنه تحديق. هنجيبوا كام اكله بردك تاني تمام للديكور عشان تتحدق، وهي في البيبان بردك عشان في ديكور بتعوز تحدق، وانا ما بحدقش بقى انت اللي انا بنش وبحطط وبقوم ايه كالف وخلاص. لسه جايين من سكه خدوا مجال، تمام الحمام ده كله واخد مجال، بصوا خدوا مكان خلاص، يعني الحمام ده خلاص يعني اللي هو ايه بقى يعتبر عيال السنة، نلهم سنة تماسي وسنة عصاري زي ما بيقولوا، نلهم كل حاجة متعينهم. وبصوا مش عايز اقول لكم، مخليين فرد الحمام يعني مش محتاج حاجة، بس قبل اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتحط لنا اللايك والاشتراك في القناة عشان احنا اول ما نوصل 5000 مشترك هنطلع زغلولتين هدية. تعالوا كده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهو، بس عشان بسرح اهو. الله اكبر، لسه النهارده هنضف اهو، هنام واصحى هنضف. قفلت الجنب ده بالكرتون، وانا برضك ايه النتايه دي مش عيانه ولا حاجه، دي هي بس بتاكل يا صاحبي، فايه شقيانه والشقيان كسبان. تمام يا لهوي يا جدعان، ما اكلوا ميه خالص، كل ده ميه، ده غلط، ده كده غلط واكبر غلط كمان. فرد الحمام او الزغلول وشرب ميه، انا عايز اعرف يا جدعان ايه الحل. بصوا معلش بس الناس اللي معايا دلوقتي في الفيديو او تنزل تكتب لي تعليق، فرد الحمام شرب ميه كتير ليه؟ والله العظيم فرد الحمام شرب ميه كتير خالص. بصوا بس عشان ايه ما نمسكوش ماسكه غلط ولا بتاع، ما خافوش او مش هيقع انا ماسكه. فرد الحمام من كتر ما شرب ميه اصلا فاهم، حصلته كلها ميه يعتبر. فقول لي انت كده، فرد الحمام ده شرب ميه ليه؟ يعني الاب والام بردك بيشربوا ميه كتير، مش عارف ليه، مع ان انا كلفت وسبت الاكل عندهم، طبعا كنت شايل الميه وبعد ما حطيت الميه قمت شايل الاكل، يعني معناها ان هم ايه كلوا تمام واستنيت شويه وبعد كده حطيت الميه، مش ايه سايب لهم الاكل والميه عندهم. واخدين بالكم في ناس ايه بتكلف والميه موجوده، لا لازم تشيل الميه قبل ما ياكلوا وتقوم حاطط الميه تاني. تمام، المهم ايه يا جدعان، تعالوا نتكلموا في موضوع ازاي تخلي الحمام بيبيض، او في نفس الوقت يعني الحمام كده هيبيض معناها ايه؟ يعني انت عايز تخلي الحمام بيبيض. بصوا والله العظيم انا طالع على الصب اهو عشان اوري لكم. اهم حاجه يعني جبت حمام جديد مثلا، حطه في حته امان. معلش بس يا جدعان قفلت الفيديو عشان عطست. تمام، عشان تجيب حمام جديد مثلا زي الكشاك دول، تمام زي الكشاك دول، او مثلا ما تجيبش حمام جديد، افترض يا عم انت عندك الحمام وعايزه يبيض، اول حاجه بتديله الامان. يعني ايه الامان؟ لو مثلا في طيارات هوا من الجنب تقفل الجنب الظهر كده، تخلي الدنيا معلش بس الباب بيعلق، تخلي الدنيا من الجنب كده امان والدنيا امان. تمام، تاني حاجه تبدا انك تحط له الطاجن في تحديق وتنضف له المكان اول باول، وتشوف اذا كان عندهم مرض ايه او ايه او ايه، تبدا انك تعالجه. ليه؟ لان الحمام لو عنده اسهال. عايز اوريكم زبلية فرد الحمام، زبلية فرد الحمام بتبقى عاملة كده، هتقولي انت مش عارفان ده، مفيش حاجة اسمها تقرف من فرد حمام. تمام كده كده ننضف. تمام، هتقولي طب انت ما نضفتش ليه؟ والله العظيم انا بنضف كل اسبوع، بس ايه لسه الاسبوع ما عداش. تمام، عملنا ايه، جبنا لهم جلد يعني هنحطه كده في الارض كده، الحمام يقف عليه اخر دورين بس، او لو عندك تفرش كله الاراضي حلو، مفيش رطوبه طالعه من الارض زي كده. بص انا عايز افرجكم بردك انا اللي هنا غلط معايا ولسه ايه هعمله، بس اما ايه اما نجيبه حمام انا بقى نعمله الارضيه. بص اهو، بص هننضف الارضيه دي كده ون ايه نعمله حته قبل فاش وفاصل. تمام، وكون ايه المجموعه خلصت. انا دلوقتي عندي هنا جايب حمام جديد، ببدا ان انا امشي معاه خطوه ازاي، مش كل شويه بمسكه وافحصه. فرد الحمام انا جايبه وعارف ان هو ايه مش عنده مرض، انت هتقول انت دخلته على الحمام على طول، انا جايب فرد الحمام ده من واحد مضمون، الناس اللي قالت على اصل الكشاك دول كبار النتايه صغيره شابه،
ذكر هو بس اللي يشتغل اشتغل يعني. النتاية لسه شابة، تمام. النتاية لسه شابة، الذكر اللي هو كبير شوية، تمام. بس في واحد قال لي هيشتغلوا مرتين وخلاص، لا مفيش منه الكلام ده، هتشوف بعينك الفيديوهات اللي جاية. بس أهم حاجة تصلي على النبي وأنت بتتفرج كده، علشان اللي بيصلي على النبي إحنا بناخد ثواب وأنتوا تاخدوا ثواب كده يعني. وانسى اشترك أنا لك واشترك في قناة، وأنا زهقت أنا طبعا كل شوية أقول لكم حط اشتراك. فرد الحمام عشان يبيض أو يبيض بدري مثلا، أنت بتبدأ معاه بإيه؟ أهم حاجة تديله الأمان، تديله الامان. ما تبص فاهم، انا عايز افهمك على حاجه. في نتايه عندي استراليه، اوريها لك ايه، محصيه حصويتين، تمام. النتايه دي كان عليها اربعه، دلوقتي بقى عليها ثلاثه، لا كان عليها اربعه، تمام. وحصت اتفكت ريشه، ما اعرفش امتى وازاي، عشان انا كنت بنشها ولغايه دلوقتي بنشها. حمام ده حمام سكك، تمام. حمام ده حمام سكك. هتقولي طب العين ضيقه خالص 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 وازاي ايه؟ بص الباب اصلا عامل ازاي. تقول لي طب يا عم يا ادهم انت ازاي الباب ضيق قوي كده، تمام. في نفس الوقت الحمام ده حصه والبيض مخصه. بقول لك يا معلم حمام النش مفيش كلام، انا بفتح على الحمام، تمام. حمام بيخرج ياخد كام جوله بتاعتهم، اكلهم في البيبان وخلاص، تمام. بس ايه لما بيكونش معاهم حصه بسيبهم، لو العين ضيقه ما بيكونش معاهم حصه بسيبهم يطلعوا ياخدوا راحتهم. لا مش متعودين ببسطرهم او بحطهم في عين ضيقه او بقصهم، تمام. او يعني او بحطهم في عين واسعه، تمام. فده الحل اهو، حاطط لها تحدي اهو، نتايج البيض عندها اهو، تمام. النتايج دي ان شاء الله باذن الله يعني نشوف لها زغلولتين باكستاني مع نتايج استراليا، ترى هيطلعوا لنا ايه. هنعمل لكم فيديو بكره ازاي تعجن الحمام، تمام، باكستاني مع استرالي، تمام. وهنشوف ايه الدنيا ماشيه ازاي. الانجليز اهو، تمام. حاسه عايز يخلع مني ماشي. بصوا حاطينه فخار قد ايه، بليه تمام. حاطينه في تحديات بردك، التحديات مهمه جدا. اذا كنت بردك بتنش فلازم تحط تعليق. هتقول لي فرد الحمام النش ما تحطلوش تعليق، اقول لك ما فيش حاجه اسمها فرد حمام النش ما بتحطلوش تعليق. انا كنت واخد بالي ان انا ما بحدقش فرد الحمام بردك، ايه لازم نتحدق، تمام. اهو فردكم بردك هنا اهو، بردك حطينا تحدي اهو زي ما انتم شايفين. فرد الحمام لازم يتحدى اهو، ده حمام النشا بتاع النهارده. هنوريكم النهارده ايه اللي حصل. النهارده احنا فتحنا على الحمام وعملنا الرف بتاعنا، مسكنا علم وسفرنا وبتاع. الحمام خد ايه؟ خد مع مجال، كان في مجال ماشي كده، تمام. خدنا معاه، احنا ولا نعرف مجال ده تبع مين ولا المجال ده تبع مين. احنا لينا ان احنا نطلع ننشوا الحمامتين ونحبسه وناكله وننام ونشربه وبس. بس هو ده ادي دنيتنا. فيا ريت بس ايه، الناس اللي حاطه دماغها مع الحمام مش مركزه مع مذاكرتها، فلازما فكك من يعني خلي في وقت في انك ايه تذاكر، فاهم. لان المذاكره دي بردك ايه هتفيدك وهتطلعك حاجه، تطلعك دكتور ظابط زي ما انت ما حابب. بس اهتم بمذاكرتك. انت هتقولي طب انت مربي حمام ما بتهتمش بالمذاكره، المذاكره. انا اقول لك انا بهتم، بس ايه مش لازم انت تشوفني، فاهم. انت لازم انت تهتم بمذاكرتك، او كنت مربي حمام بتخلي في وقت انك تذاكر فيه، اللي انت بتاكل وتشرب وخلاص، او تطير يعني 20 دقيقه يا عم، ادي لك ساعتين اليوم في 24 ساعه، انت بتاخد لك حتى لو ساعه كل يوم تذاكر يعني ايه درس في اخر الشيء يعني في اخر المنهج كده، هتلاقيك ايه على امتحانات مثلا هتلاقي نفسك مذاكر ومظبط حالك وكده، مش قلقان من حاجه. وتصلي بردك وتخلي في وقت للصلاه، تمام. تخلي ايه في وقت للصلاه ان شاء الله. الحمام الغزال ده حصي، الذكر كبير شويه، بس ايه هنشوف النتيجه لو عليها حصى كده نقول لكم. والبيت بتاع اللحم طلع بايظ، وده اخر، ودي تكون نهايه الفيديو، تمام. البيت بتاع اللحم ده طلع فاضي ايه بايظ، تمام. وان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه كلها حلوه، والاوله اللي طالعه الثانيه اللي طالعه دي هنحطها في المستودع. تقول لي طب انت مش هتوزع الزغلولتين، اقول لك هنشوف هنوصل له 5000 وناخدهم نوزعهم كده كده احنا هنوصل له سوق الجمعه. تقول لي طب ما الزغلولتين دول هيكونوا طايرين عندك، اقول لك انا في طالع عندي ايه، في طالع عندي كراكند، في طالع عندي جمعيه ولسه النتايج محصيه، النتايج لسه محصيه مش لازم تشوفها. فانت اصبر وان شاء الله باذن الله هديلك زغلولتين محترمين، بس تستمر معايا وفي الفيديوهات وكده. وده شكل البلكونه بتاعتي اهو، الناس اللي بتسال بردك عايزين نشوف البلكونه بتاعتك اهو. بصوا بصوا بردك الارضيه اهي،
كل حاجة نضيفة كده. انت لازم عشان تكون مربى حمام النضافة سريع هنا بقى تاني. بس يلا سلام.